انعقد في جنيف مؤتمرا دوليا حول الوضع الراهن في اليمن والرؤى المستقبلية لاستعادة الدولة بمشاركة مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وسياسيين وأكاديميين وإعلاميين وحقوقيين، مستعرضا المؤتمر الوضع الكارثي في اليمن بسبب تداعيات الانقلاب على الحكومة الشرعية وآثار الحرب، والمطالبة بمحاكمة الميليشيات التي تعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في اليمن. لا شك بأن هذا الانقلاب الدموي لميليشيا الحوثي صالح ضد الدولة وضد الوحدة الوطنية والحرب التي يشعلها الانقلاب قد جعلت اليمن عنوان أساسي في مجلس حقوق الإنسان في كل عام وفي كل العقاد لهذا المجلس. هناك انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان. نحن نحاول أن نقدم صورة واضحة عن ما سببه هذا الانقلاب من انتهاكات. لدينا آلاف المعتقلين، لدينا عشرات الآلاف من المشردين، لدينا تفجير منازل وإعدامات واعتقال الصحفيين وإعدام خارج القانون واستغلال للسلطة الانقلاب من أجل فرض إعدامات أيضا منافية للقانون وتتناقض مع أبسط حقوق الإنسان. ونحن نريد أن نقول للعالم كله في كل لقاءاتنا أو نقول له بأن الانقلاب هو سبب هذا الانتهاكات لحقوق الإنسان وهو سبب الحرب. أشاد المتحدثون في المؤتمر بدور التحالف العربي لإبقاء اليمن في الحاضنة العربية وبالجهود الإنسانية التي تقودها المملكة العربية السعودية من أجل الإغاثة في اليمن، وكان المؤتمر بمثابة خطوة مهمة لمناقشة الأزمة اليمنية على مستوى دولي وإبراز دور التحالف العربي في اليمن بشقيه العسكري والإغاثي ومحددات الانتقال إلى المستقبل. الأزمة اليمنية هي حديث الساعة في جنيف. البعض يريد أن يحول الأزمة اليمنية من الجانب السياسي إلى الجانب الإنساني ويغفل عن بذور الأزمة وكيف وجدت الأزمة. لذلك تتناول هذه الأزمة، يتناول مركزنا هذه الأزمة بأسلوب مهني واحترافي لا يتبنى أي وجهة نظر، بل يدل على الحقائق ويجعل الجمهور هو من يقرر. كما سعى المؤتمر للضغط على اللاعبين الدوليين للمضي قدما باتجاه حل الأزمة على أساس المرجعيات المتفق عليها، وهي القرارات الأممية والمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. رسائل إيجابية واضحة وجهها بعض المسؤولين اليمنيين إلى المجتمع الدولي من خلال ندوة عقدت حول اليمن في الناضي الصحفي بجنيف. طه يوسف حسن، تلفزيون المملكة العربية السعودية، الناضي الصحفي السويسري، جنيف.